بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع درس جديد من قناة شرح زائد تعليم. والنهاردة بنشرح تطبيق جميل. التطبيق دوت اسمه بيوفير. هذا التطبيق ده بتستطيع به جدول تغريداتك ومنشوراتك على شبكات التواصل الاجتماعي. بمعنى ان انت عايز تحط منشور على تويتر، فيسبوك، لينكد ان، جوجل بلس وغيرها، فالتطبيق ده بيمكنك انك بتحمل او بتشترك في كل هذه التطبيقات وتحمله هذه المواقع وبتحمله على هذا التطبيق، وبتكتب التغريدة بتاعتك او المنشور او بتنشر الصورة، وبضغطة واحدة بيبدأ هذا التطبيق ينشر هذا الموضوع او هذا الصورة على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت حملتها او اشتركت فيها عن طريق هذا التطبيق. ناخد فكرة، التطبيق ده مجاني لحد معين، يعني بيسمح لك بانه يضيف بصفحاتك الشخصية على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وجدولة منشوراتك. كافة الشبكات دهيت بزر ضغط زر واحدة ان انت بتنشر اللي انت عايزه. ده بيهم طبعا اصحاب المواقع واصحاب المدونات. حتى لو انت لك اكثر من حساب فيسبوك بتقدر تحط كل حسابات فيسبوك وتويتر، وبتضغط ضغطة واحدة ينشر اللي انت نشره على كل هذه المواقع. المسموح لك 10 منشورات في اليوم الواحد، ده مجاني. اذا زدت عن كده فلا بد انك تشترك طبعا ب$10 في الشهر، وتتمتع بخدمات ومميزات تانية. زي ما قلنا التطبيق ده بيهم كتير من بيهم طبعا اصحاب المواقع والمدونات. التطبيق ده بيتوفر او بيتطابق مع الايفون والايباد وايضا الاندرويد، و بيتوافق مع متصفحات جوجل كروم واوبرا وفايرفوكس، وبيقوم بتسهيل عملية مشاركة اي صفحة انترنت بتقوم بفتحها على كل الشبكات الاجتماعية التي قمت بالتسجيل الدخول بها. واما احط لك رابط تحميل التطبيق، سهل وبسيط، بتحمله وبتحط الاشتراكات بتاعتك في التطبيق، وبعد ما بتحفظها بتجرب بتحط بوست واحد وبتضغط بتلاقي اتنشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت اصلا مشترك فيه. طبعا التطبيق ده بيوفر الوقت وبيوفر الجهد، وقلنا ان هو مهم جدا لاصحاب المواقع والمدونات وايضا هواة النشر على شبكات التواصل الاجتماعي. في النهاية اتمنى ان اكون وفقت في هذا الفيديو. اتمنى منكم طبعا الاشتراك في القناة حتى يصلك الجديد.